بمساحتنا الطبية لليوم بنحاول دائما نركز على أمور طبية مهمة لكل الصبايا والسيدات، ولما نحكي عن عنق الرحم الموضوع بيكون نوعا ما حساس لأنه الصبية أو السيدة بتخاف أي تفصيل ممكن يأثر، لأنه الرحم له خصوصية هو بيخلي أي صبية أو ستية تكون أم. فلنحكي اليوم عن قرحة عنق الرحم، رح نستضيف معنا الدكتورة ريم زيتون أخصائية توليد وجراحة نسائية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نعرف بالبداية طبياً قرحة عنق الرحم شو هو؟ أول شيء قبل ما نحكي عن قرحة عنق الرحم بدنا نحكي عن تشريح عنق الرحم. عنق الرحم هو طبقتين، في طبقتين من الخلايا شوي. عنق الرحم يحوي طبقتين من الخلايا، طبقة غدية، خلايا غدية بسلية مخاطية، وطبقة رصفية شائكة. الاتصال بين هاي الطبقتين اسمها منطقة الزون. هاي المنطقة هي اللي نحن المنخاف من تشكل أي شيء خبيث سمح الله فيها. فقرحة عنق الرحم أو شطر عنق الرحم هو امتداد الخلايا الإبثالية المخاطية الغدية لخارج قناة عنق الرحم، قناة العنقية، حتى يصبح مرئي وله شوية مشاكل وأعراض، فهذا ما يسمى شطر عنق الرحم أو قرحة عنق الرحم. طيب خلينا نحكي شو هي، يعني لما أنا أي صبية تحس بهي الأعراض أنه ممكن نقول هي قرحة الرحم، لأنه بعض الأعراض ممكن تتشابه تكون متشابهة مع بعض الأعراض الأخرى، أنه لا لازم تحس بهي الأعراض فورا تتجه للطبيبة النسائية، لأنه بنعرف نحن أحيانا بنتغافل عن بعض التفاصيل، وآخر خيار ممكن نحن نتوجه إليه هو الدكتور للأسف. صحيح صحيح. هلا نحن بصراحة يعني أغلب حالات قرحة عنق الرحم أو شطر عنق الرحم تجي بحالات لا عرضية، أو مريضة ما بتعرف إنه معها قرحة أو ما حاسة بشيء، ما إلى أي عوارض؟ هي الأشياء إنه ما عندها أعراض، فبس في شوية علامات، نحن بنقول علامات وليس أعراض. علامات خلينا نحكي عنها. هي العلامات ممكن تكون مفرزات ضائعات مهبلية، ذات لون، ذات رائحة، ذات كثافة، ذات قوام، ممكن نزف بعد الجماع أو العلاقة الجنسية، ممكن نزوف مهبلية شاذة، طبعا آلام الظهر، المرحلة المتقدمة بتوصل لمرحلة آلام الظهر، آلام سفل البطن، الألم بعد الجماع، هي أحد العلامات اللي ممكن تلاحظها الست على حالها. طبعا خلينا نحكي اليوم ذكرنا الأعراض، مخاطر إهمال هي الأعراض اليوم أو إهمال تشخيص هذا المرض، وين ممكن نودي أو وين ممكن نروح فيه؟ طبعا الإهمال بهي الأعراض أو إهمال الست لصحتها رح تزيد عندها هي الضائعات، رح تزيد عندها الآلام، الأوجاع، التعب العام. طبعا الحالة الالتهابية بتنتشر لكل مناطق الجسم، بس تركزت عنق الرحم وامتدت انتشرت، ممكن يصير عندها آلام مفصلية، آلام سفل البطن، آلام الظهر، رفض للعلاقة الجنسية لأنها رح تصير كتير متعبة لإلها ومؤلمة، نزوف الرحمية الشاذة، المقلقة، عسرة الجماع. تمام، هي أكثر شيء. طب دكتورة خلينا لما نقول عنق الرحم، مثل ما قلت في بداية المقدمة، كل الصبايا بيخافوا إنه هالموضوع ممكن يأثر على عملية الإنجاب، لأنه بنعرف حساسية هاي الموضوع لكل صبية، ممكن يأثر بالمستقبل إذا تم إهماله ولا لا؟ هلأ هو مبدئياً في بدايته ما له أثر أبداً، وهو ما بيأثر على عملية الإنجاب، لكن يلعب دور في تأخير الإنجاب في بعض الأحيان، لأنه شطر عنق الرحم أو قرحة عنق الرحم ممكن تؤدي لمفرزات كثيفة لزجة، هاي المفرزات تعيق مرور الحيوان المنوي لعنق القناة العنقية، وهذا الشيء بيأخر عملية الإنجاب أو عملية الحمل، إلا بالعلاج، فهذا اللي بيلعبه. وحتى بالحمل ممكن يصير قرحة عنق رحم، ما بتأدي لأجهاض ولا بتأدي لولادة مبكرة ولا شيء، بس يفضل تعالج لأنه بتساوي نزوف، بتساوي آلام، بتساوي مفرزات، كمان يفضل علاجها بس لا تؤدي لأجهاض بالحمل، وبرا الحمل مثل ما قلت لك بس هيك. دكتورة خلينا نحكي أكثر اليوم، في سيدات مهيئات أكثر للإصابة بهذا المرض، في مسببات يمكن بتزيد من عوامل الخطورة بإصابة هذا المرض أكثر؟ هلا السيدات المؤهبات بشدة أكثر، طبعا في زمرة معينة مؤهبات أكثر من زمرة. هلا نحن مو هذا، هي الحدثية المرضية أو الحدثية الفيزيولوجية بتصير بعد البلوغ، يعني بعد أول طمس، بعد أول حمل، بعد الزواج، بتتغير البي اتش تبع المهبل، بيأثر على تركيب الخلايا العنقية تبع الرحم، فنحن فينا نقول إنه هاي ممكن نخاف تشكل هاي الشطر أو هاي القرحة بعد بداية أول طمس أو بعد الحمل والزواج. العمر بيلعب دور؟ طبعا
هلا نحن بعد سن القياس مستحيل تشكل هيك شيء، مستحيل تصير قرحه عنق رحم، يعني مستبعد جدا جدا. حتى اذا مرقت الانثى بمرحله النشاط التناسلي من غير تشكل اي تعرضها لاي مشاكل عنقيه، مستبعد جدا بعد سن الامل انه يصير مع اي حدثيه سرطانيه عنقيه. طيب دكتوره خلينا نحكي عن طرق العلاج اليوم، كيف بيتم التشخيص والعلاج، واذا المرحله بتلعب دور. يعني عم نحكي عن مراحل مثلا ممكن تكون ببدايه المرض العلاج بيكون مختلف، مراحل مثل ما قلتي بعض المعلومات بتقول انه هي بمراحل متاخره. صحيح. صحيح. من المرض. صحيح. هلا بالنسبه للعلاج، هو الكشف هو اول مراحل العلاج بصراحه، يعني المتابعه وعدم الاهمال. هلا نحن قلت لك المعظم يكتشف عفويا بطريقه الصدفه بالفحص الروتيني لعنق الرحم لما بتعمل المريضه زياره لعند طبيبتها، فيكتشف عفويا. في بعض المرضى بحسوا بهي العلامات اللي حكيتها انا، فبيجوا شاكين فيها. يعني هلا اول شيء هي الفحص الروتيني، هي اول طريقه للتشخيص، فحص الروتيني نشوف شتر عنق الرحم. ثاني شيء بناخذ مسحه خلويه او لطاخه بابانيكولا. ممكن نعمل زرع للمفرزات العنقيه لنعرف شو السبب، يعني فيروسي جرثومي التهابي. ممكن نحول لتنظير عنق رحم مكبر، نعرف امتداد الافه، نوع الخلايا، في شيء خبيث لا سمح الله. وممكن بالاخير نوصل لخزعه عنق الرحم حسب درجه حسب نتيجه الاستقصاء السابق. نمشي بالاستقصاءات. الاهمال بهي جزئيه ممكن يؤدي لتنشيط خلايا خبيثه ولا؟ طبعا، يعني هلا هي خلايا عنقيه مكانها مو سطحيه بسطح ظاهر عنق الرحم. فوجودها بهي المنطقه مع العلاقه الجنسيه، مع تعرضها لبيئه المهبل الحامضي، ممكن تؤدي لتغيرات خلويه بهي الخلايا. هي التغيرات الخلويه مع المستقبل، يوم عن يوم، شهر عن شهر، سنه عن سنه، ممكن تتحول لشيء خبيث لا سمح الله. تمام. دكتوره خلينا نحكي عن الاستقبابات اليوم وطرق العلاج. هل هو ممكن يستدعي تدخل جراحي ولا بالعلاج الدوائي ممكن يعني نقدر نعالج هذا المرض؟ هلا انا حكيت انه هي حدثيه فيزيولوجيه، تمام، بتصير المراه بعد الطمس. فهي بصراحه يعني مع المتابعه مع الطبيبه ممكن تتراجع عفويا مع العلاج. في حال ما تراجعت عفوية، نحن بالقصة المرضية بنحدد بعض الأسباب، وبالتشخيص بالاستقصاءات بنحدد أسباب تانية. هلا إذا أحياناً في بيكون سبب القرحات هي النظافة الزائدة للمرأة، استخدام المواد الحقن المهبلية، حقن المهبلية الكاوية، يعني ممكن تكون هي أسبابها. فالعلاج إذا كانت المريضة عم تستخدم هدول، نحن بننصحها بإيقافها. إذا كان فيزيولوجي تابع معنا مع شوية نصائح. إذا كان التهابي أنتيبيوتيك فقط. أما إذا كان الزمان القرحة مع العلاج وعدم الاستجابة للعلاج مع المفرزات المستمرة دائما، فينا نلجأ بصراحة لكوي عنق الرحم. بهي العملية لما يتم الكوي ممكن تتكرر؟ يعني ممكن نقول انه ممكن هي الحالة المرضية تصير مع المرأة مرة اخرى ولا لا نضمن هون العلاج الكامل بشكل دائم؟ هلا طبعا ممكن تصير بعد الكوي، يعني ممكن ما تتحسن نسبة كتير كبيرة ومستبعد انه ترجع تصير، بس اذا رجعت صارت او ما طابت او ما تحسنت على الكوي، نحن هون نلجأ للخزعة. تشون بيكون في سبب ضامر او باطني، فنحن بنلجأ لكشفه. دكتورة خلينا نحكي اليوم عن الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون بالتشخيص أو بالعلاج أو حتى بسلوك ممكن تتبعه المريضة وممكن يزيد من حالة المرض. تمام. هلأ بصراحة بيلعب كتير شغلات دور بهالحكي، إنه الحب المانع ممكن يكون هو سبب لتشكل شتر عنق الرحم، لأنه هو هرمون الاستروجين المسؤول عن هاي الحدثية المرضية. اللولب كمان ممكن يلعب دور بهذا السبب. استخدام الدوشات المهبلية بشكل مفرط. تمام. النظافة الشخصية كمان بتلعب دور. النمط الغذائي تمام بيعتمد بيبعد عن شوي الخضرة الفواكه الشغلات الطبيعية كمان بيلعب دور بهذا الحكي. طيب دكتورة خلينا نحكي عن طرق العلاج، عفوا طرق الوقاية. يمكن قلنا بداية حديثنا أهم شكل دائم، بس للأسف
عند الست. شكرا. باستخدام الحقن المهبلية أو الدوشات المهبلية طبعا. هذا الهوس موجود عند بعض السيدات بصراحة بيأدي هذا الحكي. الاعتناء بالنمط الغذائي بشكل جيد، معالجة الالتهابات النسائية فور ظهورها، عدم الإهمال فيها، ومتابعة دورية فقط. دكتورة، ذكرتي أكثر من مرة موضوع المعقمات اللي بتستخدمون السيدة أو المطهرات، خلينا نحكي عن هدول الاستخدامات، بيكون لهم دواعي نتيجة شو؟ يعني هي التهابات بتكون، أو شو الغلط اللي عم بيصير اليوم بالاستخدامات؟ لأنه كتير منشوف في ثقافة شائعة عند السيدات بيروحوا على الصيدلية يمكن بدون مراجعة الدكتور، بدون يمكن يعني بس بيسألوا الصيدلاني وبياخذوا مثلا بشكل مستمر هاي المطهرات. خلينا نحكي عن خطورة استخدامها على المدى البعيد، أو شو طرق استخدامها أصلا؟ هلا الدوشات المهبلية لها حالات خاصة نحن بنعطيها للسيدة، دوشات المهبلية والمغاطس النسائية كمان لها حالات خاصة. فالنظافة الشخصية الزائدة مثل الإهمال الزائد، يعني الزائد أخو الناقص بصراحة. فالست اللي بتعتمد كتير على النظافة الشخصية بتقتل البي اتش الحامضة تبع المهبل، بتقتل الفلورا الطبيعية المتعايشة بالمهبل، بتقتل الجراثيم الطبيعية الموجودة بالمهبل بشكل طبيعي، بتغير بي اتش المهبل بشكل كامل. هذا بيلعب دور عندها بتكرار الالتهابات، تكرار الإفرازات، بغير البي اتش، ممكن تشكل خلايا شاذة نتيجة هذا الشغل الخاطئ. هلا نحن لما بتجي المريضة اللي عندنا بنعطيها الغسول، بنفهمها الطريقة والمدة والكيفية، طريقة التمديد وللفترة مسموح فيها، وبعد فترة كل قد ايه ممكن تعيد او تحافظ على نظافتها باستخدام هذا الغسول. اما روح على الصيدلاني وجيب بدون استشارة الطبيب، يعني هذا بيدفع تماما هالطريقة هي. طيب كمان أشرتي نقطة كتير مهمة مرتين خلال حديثنا دكتورة ريم عن نمط الغذائي. يعني دائما بنقول النمط الغذائي بيلعب دور كتير كبير بستايل حياتنا، يعني بينعكس على جسمنا بشكل كتير كبير. الغذاء قديش مهم اليوم، لأنه نمط الحياة اختلف، يعني بتلاقي الناس صارت تشتغل لساعات طويلة إذا مو شغل أو اثنين، بتلاقي حتى وجبات الأكل اللي متعودين عليها الفطور والغداء والعشاء انقلبت لوجبة واحدة أساسية بسبب ضيق الوقت عند الكل. فالغذاء قديه بيلعب دور بهي النقطة تحديدا؟ هلأ الغذاء أكيد له دور كتير كبير. نحن لازم نقرب على الغذاء الأقرب للطبيعي، يعني اعتماد على مشروبات بكسرة. يعني هلأ شغل الأنثى دوام الطويل، اغلب الناس صاروا ناس عاملات، يعني بصراحه بتأهمل موضوع الشرب الدائم للسوائل، بتبعد شوي عن اكلات الطازجه، بتقرب من الاكلات الجاهزه او السريعه، اعتماد على الخضره، الاعتماد على الفواكه، اكثر من السوائل، هي الشغلات الطبيعيه القديمه يعني. طبعا اللي فرض عليها للست هو العمل اكثر شيء. صحيح. دكتورة، خلينا ننتقل مع حضرتك اليوم لنصائح عامة ممكن نوجهها لكل سيدة للاعتناء بصحتها. نحن بنعرف الجهاز الأنثوي قديش هو حساس، وقديش هي لازم يكون فيه يمكن زيارات متكررة حتى لو ما في أعراض. يعني في دكاترة بينصحوا أنه كل مثلا 6 شهور أو كل سنة لازم الوحدة تروح تشيك، ممكن يكون في شيء ببدايته. مثل ما بنقول دائما نحن بنحكي بنركز على موضوع الكشف المبكر، فشوف ممكن نحن نقدم نصائح اليوم لكل السيدات. هلا السيدات بشكل عام الفحص الدوري اول شيء، الا للسيده اللي ما بتشكي من اي شيء ابدا تعمل فحص دوري، زياره دوريه لطبيبتها، حست باي اعراض تانية مثل ضائعات، حكي، مفرزات، تعمل زياره سريعه فوريه من دون علاج لحالها طبعا، دم لا سمح الله عقبه جماع كمان بدها تراجع فورا فيه، نزوف مهبليه شاذه بتعمل زياره فورا لطبيبتها، ألم سفل البطن أو ألم الظهر المتردد ممكن يكون السبب الأشياء عند النساء هو الالتهابات النسائية، بيرجعوا فوراً بصراحة لأطباء العظمية، بس بيكون السبب هو نسائي، الأطباء العظمية بيحولوا لعنا فوراً. النظافة الشخصية مثل ما حكينا، وعدم إهمال أي شيء. أكيد بالختام بدنا نتذكرك دكتورة ريم زيتون أخصائية بالجراحة النسائية على وجودك معنا، ومثل ما قلتي يمكن الالتزام ببعض هاي النصائح المهمة. يمكن موضوع حساس شوي لأنه الصبية بتخجل أو بتستحي تروح للدكتور، بس هاي النقطة كتير مهمة ولازم المراجعة الدورية بشكل مستمر. شكرا كتير لك. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا.